قبل إعلانها بساعات رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024. تستعد وزارة التربية والتعليم في اليمن للإعلان عن نتائج الصف التاسع الدورة الأول لعام 2024 خلال ساعات قليلة. يعتبر هذا الإعلان مهماً لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات والمدن اليمنية شمالاً وجنوباً. خلال الأيام القليلة الماضية، ازداد البحث بشكل ملحوظ عن موعد إعلان النتائج، ممن يعكس أهمية هذه اللحظة للطلاب وأسرهم. سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقاً لما تم الإعلان عنه. نتائج الصف التاسع اليمن 2024. أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن انتهاء كافة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لجميع المواد الدراسية المقررة على طلاب الصف التاسع لهذا العام الدراسي. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه يجري حاليا تجهيز كافة النتائج لاعتمادها من قبل وزير التربية اليمنية. يذكر أن الوزارة أعلنت نجاح سير امتحانات الصف التاسع في كافة المحافظات اليمنية دون وجود أي مخالفات من جانب الطلاب، حيث تعد النتائج لعام 2024 مركزية، حيث سيتم الإعلان عنها عبر وزارة التربية والتعليم بشكل كامل وليس عن طريق المحافظات. وقد تمت العملية الامتحانية بنجاح دون مشاكل أو شكاوى من الطلاب بفضل التعليمات الوزارية التي وجهت للمديريات التعليمية بضرورة توفير الخدمات اللوجستية اللازمة للطلاب أثناء الامتحانات لضمان ظروف مناسبة وملائمة تمكنهم من التركيز خلال فترة الامتحان. خطوات الاستعلام عن النتائج. للاستعلام عن نتائج الصف التاسع الأساسي في اليمن لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني، اختيار خدمات التعليم من القائمة الرئيسية أو من الخيارات المتاحة، اختر خدمات التعليم، اختر خيار نتيجة الصف التاسع من بين الخدمات المتاحة، أدخل السنة الدراسية 2024 في الحقل المخصص، أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المطلوب، الضغط على عرض النتيجة.